السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. قبل حوالي 4 أشهر من الآن نشرت في هذه القناة فيديو عن موضوع إشارة عثمانية، وهو فيديو بعنوان إشارة عثمانية ممتازة لفظ الجلالة موقع حقيقي أو موقع عثماني حقيقي. إخواني الكرام، هذه الإشارة كما ذكرتها لكم سابقا إشارة كبيرة جدا، يعني قياسها بالأمتار. هذه الإشارة تم الوصول إلى حلها، ويعني تبين لي بأن دفينها مستخرج منذ فترة، وبزيارتي للموقع ومطابقة الإشارات الموجودة على أرض الواقع مع موقع استخراج الدفين تبين لي صحة الإشارات، وكما سأذكرها في هذا الفيديو وفي الفيديو اللاحق إن شاء الله، لأن الموضوع سيكون فيه تشعب قليل أو كثير حتى وليس قليل، فأطمع أن تصل المعلومة بكل تفاصيلها إلى الإخوة وليس مجرد أن أختصر الحديث لأنهي الفيديو ضمن فترة محددة أو ضمن زمن محدد. مثلا ما وجدته في الموقع بداية كان عبارة عن جرن قطره أو جرن بيضاوي قطره 26 سنتي وطوله يعني 26 سنتي وعرضه بحدود 23 سنتي أو 22 سنتي وعمقه حوالي 7 سنتي. هذا الجرن موجود طبعا إلى الجنوب من هذه من إشارة لفظ الجلالة بمسافة يعني حوالي 70 أو 80 متر تقريبا، يعني في هذا الحدود إلى 50 إلى 70 متر في منطقة منحدرة قليلا. طبعا هذا الجرن إخواني الأحبة له ثلاث أو له اتجاهين رئيسيين، وهذا أحد الاتجاهين يتجه إلى الغرب مباشرة والاتجاه الثاني يتجه إلى الجنوب مباشرة. الاتجاه الذي يتجه إلى الغرب وهو القريب من الإشارة لفظ الجلالة الإشارة العثمانية هذه لا يتجه إلى الإشارة، ولكنه يتجه إلى موقع في أسفل المنحدر. المسافة بين الجرن وبين الموقع حوالي 26 متر تقريبا، يعني 26.5 27 بهذه الحدود. الموقع هو عبارة عن الذي يشير إليه الجرن هو عبارة عن كهف أو فراغ، يعني بداية حجارة ضخمة مرتبة أو ملصقة ببعضها البعض لتشكل سقف صناعي. الحجارة مميزة وواضح ومن الدق عليها ومن فحصها ومن كل التفاصيل، وأيضا الرؤية بالعين المجردة واضح أنها حجارة ملصقة إلصاقا، حجارة ضخمة. طول الحجر حوالي مترين أو أكثر، بعض الحجارة طولها أكثر من مترين وملصقة. مساحة هذه الحجارة الملصقة ببعضها حوالي 4 متر أو 5 متر في 5 متر تقريبا، وهي ملصقة ببعضها البعض فوق تجويف أو فراغ بين صخور طبيعية ثابتة، بحيث أن هذه الحجارة الضخمة الملصقة ببعضها تشكل سقف يرتكز من أطرافه الخارجية على الحجارة أو الصخور الطبيعية، فيشكل تحته تجويف كان في يوم من الأيام مغلقا. يعني عندما بنيت هذه الحجارة ووضعت كان التجويف الذي تحتها مغلقا أيضا، يعني وضع داخلها شيء ثم أغلقت. طبعا للعلم أيها الإخوة الأحبة، فإن هذه الحجارة والصخور
التي ذكرتها لكم وتشكل سقف معين تظهر من بعيد، فهي عبارة عن نقطة جاذبة للأنظار وملفتة للنظر ومميزة أيضا من مسافة النظر. يعني من يراها، من يقع نظره عليها لأول مرة يشعر بأنها مميزة وتأتي به من مسافة بعيدة نسبيا. طبعا هذه المنطقة أو هذه النقطة، نقطة الحجارة السقف المصنعة أو الملصقة ببعضها البعض، تأتي مرتفعة قليلا عن حرف الوادي بحوالي 20 متر، بحيث أنها تشكل أو يشكل لها مدخل مائل من الأسفل أو من المنطقة المتجهة التي تقع باتجاه الوادي. طبعا بعد قليل سنتكلم، أو في الجزء التالي سأتكلم عن باقي الإشارات اللي أو الأحداث الأدق أو المعلومات الأكثر دقة. الآن إخوتي الأحبة، طبعا توجد على هذه الصخور إشارات متوسطة الحجم خفيفة العمق، تم حصر قياساتها. الآن نحن هنا يهمنا نقطة رئيسية، وهي ربط الإشارات ببعضها. لماذا جاءت هذه الصخور بهذا الشكل مع الجرن الرئيسي مع كلمة لفظ الجلالة في هذا الموقع؟ وهل هناك رابط بينهما؟ وهل هذا الموقع روماني أم تركي؟ وما علاقة الأتراك بهذا الموقع؟ الآن الموقع إخوتي الأحبة هذا كونه يرتبط بإشارة عثمانية، ونتيجة دراسة الواقع الإشارات على أرض الواقع نجد أن هناك ترابط بين هذه وبين هذه الإشارات بشكل عام، نجد أنها متتابعة ومترابطة. سنجد ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى في الجزء التالي. الآن قبل أن أنهي هذا الجزء، أريد أن ألفت الأنظار إلى أن هناك إشارة التي نشرتها في المنتدى أيضا، وسألت بعض الإخوة عنها أو سألت الإخوة المتابعين عنها، وهي المبينة أمامكم في الصورة الآن. هذه الإشارة تقع بجانب هذه الحجارة المصففة إلى الغرب تماما، على مسافة حوالي 2 إلى 3 أمتار فقط من هذه المغارة تقريبا، يعني حوالي 3 أمتار، وتتجه إلى الغرب مباشرة. وسيالها كما ذكرنا، وهو المهم لدينا في هذا الموضوع، طوله 40 سنتيمترا، طوله 40 سنتيمترا. سنجد الآن في أو سنتعرف في الفيديو اللاحق إن شاء الله على طريقة الترابط بين هذه الإشارات وبين الدفين المستخرج من هذا الموقع. وإلى الجزء الثاني والقسم الثاني، تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.